سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وتحياتنا العطرة لكم أيها الأصدقاء والأحبة في برنامجكم رياحين الجنة. أعزائي الصغار، عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو أمر الله، أي القوانين والأحكام الصادرة من قبل خالقنا سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هل تعلمون ما هي أوامر الله؟ السلام. نعم، وماذا أيضا؟ قولوا الصدق وعدم الكذب. صحيح، وماذا أيضا؟ احترام الوالدين. نعم، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك حيث ينبغي لنا الالتزام بها. أصدقائنا الطيبين، عليكم أن تعرفوا بأن من لا يطبق أوامر الله يكون قد ارتكب ذنبا وعملا ليس صحيحا، وسيكون من الذين لا يحبهم الله. أحبائي، هناك أمر مهم من أوامر الله تعالى، بل هو أهم أمر، وهو إطاعة إمام الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. من منكم يعرف اسم إمام زماننا؟ هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحسنتم، هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهو إمام زماننا. من يعرف ترتيب الإمام المهدي من بين الأئمة عليهم السلام؟ هو الإمام الثاني عشر وآخر الأئمة. نعم، أحسنتم، صحيح. نحن الشيعة لنا 12 إماما، أولهم الإمام علي عليه السلام، وآخرهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبائي، في هذه الحلقة نريد أن نعرف من هو الذي يختار الإمام ويجعله سيداً على الناس، ولكن قبل كل شيء ندعوكم إلى الاستماع لقصة حلقتنا لهذا اليوم مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الولاية. 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 كانت السنة العاشرة للهجرة، وقد انقضى من عمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 63 سنة. في تلك السنة حيث اقترب موسم الحج، فأعد النبي نفسه للذهاب إلى مكة المكرمة ويزور بيت الله مرة أخرى، حيث الكعبة التي طهرها الرسول الأعظم من كل الأصنام، وأصبح أكثر أهلها من المسلمين. حينما وصل خبر سفر النبي إلى باقي المسلمين، فرحوا كثيراً وأعلنوا رغبتهم بالسفر معه إلى الحج. فانطلقت قافلة عظيمة من المسلمين باتجاه مكة حتى وصلوا إليها، وأدى النبي والمسلمون فريضة الحج. ثم استعد الرسول الكريم للعودة إلى المدينة المنورة، فتحرك النبي باتجاه المدينة ومعه الأعداد الكبيرة من المسلمين. وفي وسط الطريق وصلوا إلى مكان فيه بركة ماء وأشجار، فتوقف النبي للاستراحة،
وكانت المنطقة تسمى غدير خم. وفي تلك الأثناء نزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وقال له: جئتك لأبلغك رسالة جديدة من الله. فسأله النبي عن هذه الرسالة وماذا يجب عليه أن يعمل، فقال جبرائيل: يا محمد، لقد حققت الهدف من نبوتك على أفضل وجه، وواجبك اليوم أن تكمل نبوتك ورسالتك ودين الإسلام كله. ثم أبلغ جبرائيل الأمين النداء الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فأطاع النبي أمر الله وأوصى كافة المسلمين الذين أرادوا الذهاب إلى مناطقهم بالعودة إليه مرة أخرى، ثم أمرهم أن يصنعوا له مكانا مرتفعا ليصعد عليه. وحينما هيأ له المسلمون هذا المكان واجتمعوا كلهم حوله، وكان عددهم أكثر من 100,000، صعد النبي على المكان المرتفع وقال بصوت عال: أيها الناس، لقد نزل علي الأمين جبرائيل وأبلغني أمرا مهما جدا من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن أوصله إليكم. أما المسلمون الذين استمعوا إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله بكل دقة واهتمام، فقد سألوا النبي عن حقيقة هذا الأمر الإلهي، فقال لهم النبي: لقد أمرني ربي أن أقول لكم بأن علي بن أبي طالب هو أخي، وهو الإمام من بعدي عليكم. ثم رفع رسول الله بيد علي بعد أن أوقفه على ذلك المكان المرتفع وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. واعلموا أيها المسلمون أنني قد عملت بأمر الله وقد أكملت لكم دينكم. من كنت مولاه فهذا علي. من كنت مولاه فعلي مولاه. فبارك الجميع لعلي وهنؤوه، ولكن بعض الأشخاص الحاسدين باركوا له أيضا دون أن يعترفوا له بالإمامة في الحقيقة أو يحبوه. ثم إن المسلمين عادوا إلى مناطقهم وبيوتهم بعد هذه الحادثة، ونشروا خبر إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. وكانوا يقولون لكل من يسألهم عن عمل النبي في غدير خم: لقد قال النبي من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من كنت مولاه فهذا علي. نعم أيها الأصدقاء الرياحين، إن الله هو الذي يختار الإمام، وقد أمر الله تعالى الرسول الأكرم في منطقة غدير خم أن يبلغ جميع المسلمين بهذا الانتخاب، ولكن كان هناك بعض الناس يخالفون أوامر الله دائما، وهناك من الناس
من لم يقبل إمامة الإمام علي عليه السلام وباقي الأئمة صلوات الله عليهم، وهم من جملة الذين خالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى. أيها الأعزاء، تعالوا لندعو الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم لنكون من الأتباع الحقيقيين للأئمة عليهم السلام. أيها الصغار، إن جميع الأوامر التي أمرنا بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد صدرت من الله عز وجل، وهي واجبة وينبغي احترامها. أما المخالفون لدين الله فقد بدأوا بالتفرقة والاختلاف منذ البداية بين المسلمين، ولذلك فإنهم قد ابتعدوا عن طريق الله ورسوله. فعلينا أن نحذر كل الحذر من أعداء الدين وأعداء النبي والأئمة، وأن نسير في الطريق الصحيح وهو طريق رضا الله سبحانه وأهل البيت عليهم السلام. أصدقائي الأعزاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وحتى حلقة أخرى من برنامجكم رياحين الجنة، نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. إلى اللقاء، وشكرا لكم ولكافة أصدقائنا المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.